ومساكم الله بالخير والسرور. اليوم بسوي معكم برجر لحم. زي ما تشوفون هنا عندي لحم، هنا لحم عجل هبر فيه شوية شحم، لأن البرجر يبغى له شوية دهن، فأنا ما حبيت إني أكثر الدهن، بس حطيت شيء بسيط راح نفرمه بالفرامة. خلاص فرمتها الفرم الخشنة بالفتحات الكبيرة، الحين راح أغير الأداة واستخدم الوسط ونفرمها الفرمة الثانية. هذه اللحمة بعد ما فرمتها حطيت نص حبة صامولي عشان أنظف الفرامة من اللحمة. راح أتبلها بملح وفلفل أسود، وإذا عندكم متوفر بهارات البرجر ممكن تضيفونها، إذا ما هي متوفرة عندكم خلاص ممكن تكتفون بالملح والفلفل الأسود. أنا حبيت إني أجرب هالبهارات، هذه جايبتها مي موجودة هنا، هذه جايبتها من برا، بس أتوقع في زيها هنا. وحاولوا إنكم كذا تخلطون الملح والفلفل الأسود وبهار البرجر مع اللحمة، ما راح نضيف لها ولا شيء غير كذا. خلاص هذا البرجر جاهز للشوي، تاخذونه تكورون المقاس اللي انتم تبونه. طارت قطعة. المهم تاخذون المقاس اللي تبونه، اذا كنتوا تبون سلايدر فيكون اصغر، واذا تبونها برجر كبير فتاخذون المقاس الكبير. ممكن تقطعونها بقطاعة اذا حبيتوا، او يعني اسهل لكم عادي كوروها واضغطوها بالصاجة وانتهينا. بس اذا بتفرزنونها لازم تحطون في الصينية اللي انتم تبون تحطون البرجر فيه بلاستيك عشان ما يلصق فيه. جهزت البرجر، الأفضل أنكم تدخلونها الثلاجة شوي ترتاح قبل لا تبدون تشوونها، فبدخلها الثلاجة شوي قبل الشوي. وجبت الكريب ميكر أستفيد منها بشوي البرجر، بس بسخنها قبل. بعد ما سخنت آلة الكريب أبدأ أنزل عليها البرجر، وهنا كمان، ونضغط عليها شوي. يعني انتوا تتحكمون بالسماكة حسب ما انتوا تحبون، اللي يحبها سميكة يخليها على نفس السماكة. وما نضيع وقت ابد، نسخن الخبز. طبعا انا بسويها سلايدر فعشان كذا بستخدم خبز البرجر اللي يجي مني. رايكم بس هنسوي لكم زوم، شفتوا اسهل من كذا برجر؟ بعدين اللحمه فريش وتتبيلتك انت، يعني اذا كانت فريش اصلا ما تحتاج اي اضافات، اللهم ملح وفلفل اسود، واذا عندك بهارات البرجر حطي، واذا ما عندك خلاص ملح وفلفل اسود كفايه. شوفوا الخبز ما شاء الله حلو كذا، وهذه حلوه تحمرت. خلاص نحط عليها الحين كاتشب مايونيز حسب ما تحبون. خلاص الحين بما ان البرجر استوى ما اخذ وقت، على السريع نحط عليها الجبنه خليها تذوب شوي. بديت ادهن الخبز كاتشب مايونيز وصلصه فرنسيه، او اذا حبيتوا بس مايونيز على حسب ما تحبون. راح احط لها طماطم، خس، عندكم كمان بصل اذا حبيتوا. هذا الخس يعطي شكل جمالي حلو، طماطم، بصل، وممكن مخلل. وبعدين نجيب المزيونة، كذا البرجر جاهز ومن أحلى ما يكون. هذا سلايدر برجر وخلصت، قدمته مع صوص فرنسي مخلوط مع مايونيز وكاتشب، وقدمته مع البطاطس وبالعافية.